نروح لكريستيانو رونالدو اللي ودع، كان المفترض طبعا انها تكون البطوله الاخيره ليه. كريستيانو طبعا نجم منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي، واللي كتير كانوا بيشوفوا ان البطوله بطوله اليورو الحاليه هتكون اخر بطولاته مع منتخب البرتغال. كريستيانو بيبلغ من العمر حاليا في اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها 41 عام. نجم مشوار اعتقد صعب جدا انه يتكرر، اسطوره على مستوى العالم مش بس على مستوى البرتغال. لكن الغريب في الموضوع انه كريستيانو رونالدو ألمح انه قد يكون جزء من منتخب البرتغال في كاس العالم 2026. انتوا متخيلين الطموح؟ متخيلين؟ سيبك منه هيلعب ولا مش هيلعب، دي حاجه في علم الغيب. هل هيكون اساسا في الملاعب؟ هل ممكن يكون في حاله فنيه وبدنيه تسمح له انه يقع عليه اختيار المدير الفني لمنتخب البرتغال في الوقت ده؟ مش عارف مارتينيز هيكون ولا حد تاني يعني، دي قصه تانيه نفكر فيها لما يجي وقت المونديال. لكن فكره انه لاعب يكون عنده الرغبه او الحلم او انه يجدد ويخلق لنفسه الدوافع اللي تخليه يقول انا ممكن اكون جزء من مسيره منتخب بلدي في 2026 في امريكا وكندا والمكسيك، ده في حد ذاته يأكد لك على انه السن بالنسبه لكريستيانو مجرد رقم. وتعالوا نرجع كده ونشوف، ولا بلاش المقارنه.